الزول فلاحكم، السلام عليكم، مرحبا بكم عندي. اسمحوا لي على هذه الغيبه، راني طولت بزاف بزاف عليكم، بصح معليش. اليوم حبيت نديكم معايا المغاره العجيبه هنا في بجايه، اللي موجوده بالضبط في اوقاس. وحبيت نقول غير كلمه واحده، تلاقيت هنا بزاف لي توريست هنا في المكان هذا، ويخافوا يجوا بجاية، باليش انا يشوفونا يهود ولا باليش واشنو يشوفونا. حبيت غير نقول لكم مرحبا بكم عندنا، من كل ولاية، من 58 ولاية. احنا ناس ملاح ونرحبوا بالبراني، وفرجة ممتعة، وباي باي.
ان شاء الله يا ربي يكون الفيديو عجبكم. ما عليكم غير تجوا ليها تزوروها، منطقة جد سياحية فيها البحر وفيها اماكن جميلة جدا كما تعرفوا بجاية. ودوكا ما علي غير نقولكم بقوا على خير، لا بروشان فيديو ان شاء الله. باي باي.